السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة المقلة، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت ينشن ورشة عمل حول المرأة ودورها في صناعة السلام بالمقلة. لقاء موسع في وادي وصحراء حضرموت لمناقشة المشاريع المؤولة من حصة المحافظة من مبيعات النفط. رئيس جامعة حضرموت يتفقد سير الامتحانات الفصلية للفصل الدراسي الأول لطلبة الدراسات العليا. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني برقية عزاء ومواساة إلى أسرة رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء الركن محمد صالح طماح، وجاء في برقية التعزية أن قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية فجعت بنبأ استشهاد رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء محمد طماح الذي لقي ربه متأثرا بجراحه جراء العملية الإرهابية التي نفذتها ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية باستخدام طائرة مسيرة يوم الخميس الماضي بقاعدة العند الجوية العسكرية. وكان رحمه الله من خيرة رجال وأبطال قواتنا المسلحة والقيادات الوطنية البارزة، وبرحيل هذا القائد خسرت قواتنا المسلحة والأمن والوطن عموما واحدا من رجالاته الأوفياء والمخلصين الذين وهبوا حياتهم لخدمة أبناء وطنهم. وبهذا المصاب الجلل، فإن قيادة السلطة المحلية بحضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية وكل أبناء حضرموت يتقدمون بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى أبناء وأسرة الشهيد طماح وإلى كافة أبناء الوطن عموما، سائل المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكن فسيح جناته مع الشهداء والصديقين ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. حضر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بالمكلا افتتاح ورشة العمل الخاصة بالمرأة شريك فاعل في صناعة السلام بتنظيم اللجنة الوطنية للمرأة بحضرموت ومؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب. وتناقش الورشة التي تستمر يومين بمشاركة مدراء عموم مديريات ومكاتب تنفيذية وقيادات نسائية وقيادات منظمات المجتمع المدني أوراق عمل ومحاور حول مضامين قرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000 ودور المرأة في صناعة السلام وآلية تفعيل القرار والتحديات التي تواجه تنفيذه. وقال المحافظ افتتاح الورشة أن السلام أمر مقدس وأن قيادة السلطة بالمحافظة ترفع بالمرأة وتدعمها ليكون صوتها عال في كل المحافل ولتأخذ مكانها ونصيبها في المجتمع، مؤكدا أن حضرموت تفخر بنسائها التي كن لهن شرف المشاركة في صناعة تاريخها وإرثها العظيم ودعاة للسلام والمدنية انطلاقا من تعاليم دين الإسلامي الحنيف الذي كفل للمرأة حقوقها وصان كرامتها. بدورهما أشار رئيس اللجنة الوطنية للمرأة فائزة بامطرف ورئيس مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب المحامي نجيب خمش في كلمتين لهما أن الورشة تهدف إلى مناقشة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن المرأة والأمن والسلام والذي يعد انتصار للمرأة واعتراف بدورها الإيجابي والفاعل في صناعة السلام. ناقشت لجنة إدارة مشاريع وادي وصحراء حضرموت المولة من حصة المحافظة من مبيعات النفط في اجتماعها اليوم بمدينة سيئون مصفوفة المشاريع ذات الأولوية بحسب احتياجات المديريات. واستعرض الاجتماع الذي ضم مديري وأمناء عموم المديريات وعدد من المكاتب التنفيذية إجمالي المشاريع المتعثرة المولة مركزيا في مجالات الكهرباء والمياه والصحة والتربية والتعليم وكذا التعليم العالي ومياه الريف وغيرها من المشاريع البالغة نسبة تنفيذها 70% وإعطائها أولوية التمويل من حصة مبيعات النفط المخصصة لكل مديرية بالوادي والصحراء. وخلال الاجتماع أكدت السلطة المحلية بالوادي على أهمية توزيع المشاريع بطريقة عادلة ومنصفة بين جميع المديريات على حد سواء، مشيرة إلى حرصها بعدم إدخال المحافظة في أي أزمات مالية جديدة لتجنب تكرار الأخطاء الماضية التي وقعت في تنفيذ المشاريع المركزية وتسبب في تعثرها إلى الوقت الحالي. وكلف الاجتماع مديري عموم المديريات بتحديد المشاريع المهمة
ذات الأولوية في مجال التربية التي بلغت نسبة تنفيذها أكثر من 50%، ورفعها لمدير عام التربية والتعليم لمناقشتها وإقرارها ضمن المشاريع القادمة. تفقد رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خمج سير العملية الدراسية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي بكليات الآداب والعلوم الإدارية والبنات والعلوم البيئية والأحياء البحرية بمجمع كليات فوة وكلية التمريض. وطاف رئيس الجامعة وعمداء الكليات ونوابهم بالقاعات الدراسية مطلعين على مدى الحضور والتزام الطلاب في أول أيام الدراسة الجامعية للفصل الدراسي الثاني، مشددا على ضرورة الانضباط وحث زملائهم الآخرين على الحضور للمحاضرات لاستكمال المقررات الدراسية حسب التقويم الجامعي. كما تفقد القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور هادي الصبان سير الدراسة بكليات القانون والحاسبات وتقنية المعلومات بمجمع كليات المستقبل للإطلاع على مدى حضور الطلاب، داعين الطلاب والطالبات إلى ضرورة الانضباط والالتزام بالحضور للمحاضرات ليتسنى استكمال المقررات الدراسية حسب التقويم الجامعي. الحمد لله، تم اليوم تدشين الدراسة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2018-2019. وأثناء تفقدنا لسير الدراسة في كلية الجامعة لاحظنا أن هناك حضور طيب من قبل الطلاب، وهناك التزام كبير جدا من قبل أعضاء التدريس للبدء في الفصل الدراسي الثاني بداية طبيعية. كما نعرف أن هذا العام الجامعي 2018-2019 بدأ بداية طبيعية في سبتمبر 2018 وسيستمر بإذن الله تعالى إلى 29 من رمضان من شعبان. لذلك هذا الفصل سيكون فصل مزدحم بالأعمال العلمية والطلابية. كما تفقد رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خمبش سير الامتحانات الفصلية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2018-2019 لطلاب الدراسات العليا الماجستير في كلية الآداب والعلوم البيئية والأحياء البحرية بمجمع كليات فوة. وطاف رئيس الجامعة يرافقه عمداء الكليات ونوابهم وأعضاء هيئة التدريس بالقاعات الامتحانية وأطلع على كيفية أدائها، ومشيرا إلى أن الجامعة تسعى لتوسيع برنامج الدراسات العليا وفتح تخصصات جديدة للماجستير والدكتوراه بكليات الجامعة. وقال أن الجامعة ستشهد تطورا في منشآتها التعليمية خلال العام الجاري. كما قام رئيس جامعة حضرموت بزيارة لجلسات المناقشة لطلبة الدراسات العليا مستمعا من أعضاء هيئة التدريس المشرفين على الرسائل العلمية لطلبة الماجستير إلى كيفية إعداد الطلاب للبحوث العلمية حسب تخصصاتهم المختلفة. ناقش اجتماع عقد برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت جمال سالم عبدون مستوى ما نفذ خلال سير العملية التربوية والتعليمية في رياض الأطفال على مستوى مديريات المحافظة خلال الفصل الدراسي الأول للعام الحالي. ووقف الاجتماع أمام التقارير المقدمة حول ما قطع من مقررات المنهج الجديد المتكامل للرياض، والذي يعد أول إنجاز يتحقق في الحقل التربوي والتعليمي على مستوى الجمهورية اليمنية بإصدار منهج متكامل من إعداد كوادر التوجيه والمكاتب الفنية بالمحافظة وتنفيذ التوجيهات والإجراءات الصادرة من قبل قيادة مكتب الوزارة. وفي الاجتماع شدد عبدون على ضرورة أن تلعب هذه الرياض دورا فاعلا ومتميزا في قطاع التربية والتعليم نظرا لما تشهده من تدخلات في البنية التحتية وتحسين البيئة المدرسية. وأشار الوكيل عبدون إلى أهمية أن يكون لرياض الأطفال حضور في تحقيق المراكز المتقدمة في التحصيل العلمي والمناشط اللاصفية خلال الفصل الدراسي الثاني للبنات. وكان مديرات رياض الأطفال على مستوى المديريات قد استعرضن في الاجتماع تقاريرهن التفصيلية حول ما تم تنفيذه من خطة الفصل الدراسي الأول وبل الإقبال الشديد من قبل الأطفال للرياض الحكومية وما يعتمل من برامج وأنشطة أسهمت في تغيير الكثير من السلوكيات نحو الإيجابية.
نشرت المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بساحل حضرموت حملة واسعة لصيانة وإعادة تأهيل شبكة الهاتف الثابت والإنترنت في جميع مناطق وأحياء مدينة مكلا، ضمن خطة المؤسسة لتحسين وضع الشبكة وتصحيحها من أي اختلالات فنية. وأوضح المدير العام للمؤسسة المهندس علي بارجا بأن أعمال الصيانة تنفذها فرق فنية ميدانية متخصصة بالمؤسسة، تهدف إلى تقييم المشاكل الفنية والتقنية وحلها وتعزيز الفرع بساحل حضرموت بكافة الاحتياجات تتطلب عملية تحسين الشبكة، مشيرا إلى انطلاق الحملة وفقا لخطة عمل معدة مسبقا من قبل المؤسسة تشمل إعادة تأهيل وصيانة الشبكة الثابتة والشبكة النحاسية وتصحيح الاختلالات الفنية وتحسين الخدمة للمواطنين من خلال إعادة تشغيل الخطوط والأرقام المتوقفة عن الخدمة، وكذلك العمل بنظام إدارة الشبكة الهاتفية والمبيعات والذي من خلاله يمكن الحصول على قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة للشبكة الهاتفية وبيانات المشاركين. قتل ظهر اليوم الاثنين مواطن وأصيب شخصين آخرين برصاص مسلحين مجهولين بمدينة شيبان بمحافظة حضرموت. وقالت مصادر محلية أن مجهولين مسلحين أطلقوا النار على المواطن شهاب بن طالب الكثيري في حوطة أحمد بن زين مديرية شيبان، وأدى إلى وفاته وإصاب مواطنان آخران. هذا وتشهد مدن ومناطق وادي حضرموت التي تسيطر عليها قوات المنطقة العسكرية الأولى حالة من الانفلات الأمني وتزايد عمليات الاغتيال لكوادر حضرموت. التقى مدير عام مديرية حجر المحامي أنور الشاذلي في الجول عاصمة المديرية بفريق المسح وإعداد الدراسات والتصاميم لجسر معبر نوبة حجر. واطلع المحامي الشاذلي على الموقع المحدد ومسار الجسر من قبل مهندسي الفريق، كما شدد على العاملين بالفريق الهندسي للمشروع بسرعة استكمال الدراسات والأعمال والتصاميم للمشروع الحيوي الذي سينهي معاناة أبناء ثلاث مديريات من الانقطاع خلال أقرب فترة ممكنة، ورفعها للسلطة المحلية لتقديمها ومتابعة الجهات ذات العلاقة والمانحة لتمويلها ضمن موازناتها القادمة. وعلى صعيد آخر، تفقد مدير عام حجر برفقة المقاول المنفذ لمحطة كهرباء وادي حجر لتحديد موقع إنشاء المبنى للمحطة والذي متوقع بدء العمل فيه خلال الأيام القريبة المقبلة. وتتضمن المحطة إنشاء هنجر وسور ومبان ملحقة وأربع قواعد للمولدات. وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية على طلاب محو الأمية بمديرية حجر، وذلك للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية في إطار الدعم التي تقدمه دولة الإمارات الشقيقة تزامنا مع عام التسامح الذي أطلقته الهيئة. ووزع فريق الهيئة نحو 100 سلة غذائية مستهدفا 500 فرد من طلاب محو الأمية بمديرية حجر. وأعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الجهود المبذولة في سبل تخفيف المعاناة والدعم النوعي المتواصل في كل ما يتعلق بالجوانب الأساسية في حياة المواطنين. اختتمت ورشة العمل لإنتاج دروس إلكترونية لمعلمي ومعلمات صفوف الصم والبكم بمديرية القطن، والتي أقيمت على مدى 3 أيام بإشراف إدارة التربية والتعليم بالمديرية وتنظيم جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم بوادي وصحراء حضرموت. واستفاد من الورشة نحو 16 متدربا ومتدربة تم التعرف على إنتاج الدروس الإلكترونية باستخدام الصور الرقمية والفيديو، وإنتاج المتدربين والمتدربات عددا من الدروس الإلكترونية في مختلف المواد الدراسية. وفي ختام الدورة أعرب مشرف صف الصم والبكم فهمي ديان عن شكره لإدارة التربية والتعليم بالقطن وجمعية الصم والبكم بوادي حضرموت على كل ما قدموه من رعاية وجهود لإنجاح الورشة الخاصة لمعلمي ومعلمات صفوف الصم والبكم. وفي نهاية الورشة تم تكريم المتدربين بشهادات تقديرية. بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. محافظة حضرموت ينشر ورشة عمل حول المرأة ودورها في صناعة السلام بالمكلا. لقاء موسع في وادي وصحراء حضرموت لمناقشة المشاريع المهولة من حصة المحافظة من مبيعات النفط.
رئيس جامعة حضرموت يتفقد سير الامتحانات الفصلية للفصل الدراسي الأول لطلبة الدراسات العليا. كتاب النشرة حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.